خلينا نرجع لزميلنا عبد الغفور درار الناقد الرياضي المغربي. استاذ عبد الغفور سمعنا؟ سمع الصوت اهلا الجيد. وسهلا بيك، اهلا وسهلا بيك، مشرفنا وسعداء جدا بوجودك معانا على شاشه قناه النادي الاهلي، وحابين نعرف طبعا استعدادات المغرب الاخيره لاستضافه مونديال الانديه. اولا شكرا على الاستضافه. بالنسبه لاستعدادات المملكه المغربيه لهذا العرس الكروي العالمي، هي استعدادات على قدم وساق منذ ان تم الاعلان عن استضافه المغرب للمونديالتو في الرباط ومدينه طنجه، استعدادات على قدم وساق متواصله حتى الايام الاخيره، حتى يوم الافتتاح في مدينه طنجه بين الفريق الاهلي المصري من الشقيق واضافه الى نادي اوكلاند سيتي النيوزيلندي. بالنسبه للملعب ديال ابن بطوطه لمدينه طنجه، الملعب صحات كثيره خصوصا على المدرجات الجنوبيه والشماليه التي كانت مفتوحه نوعا ما، لكن الان التطوير المدرجات وصلت المدرجات الى 65 الف متفرج، وان شاء الله نتمنى تكون المباراه الافتتاحيه بين الاهلي المصري واوكلاند سيتي نيوزيلندي في صالح الاشقاء في الاهلي ان شاء الله. استاذ عبد الغفور، هل هناك حفل افتتاح قبل انطلاق مباراه الاهلي واوكلاند سيتي؟ نعم، حفل افتتاح هذا طبيعي بالنسبه للمغرب اللي تعود دائما على تنظيم التظاهرات العالميه على المستوى الافريقي ولا على المستوى العالمي. حفل افتتاح سيكون مستوى التراث المغربي، هناك اغنيه حصريه لهذا كاس لكاس العالم للانديه من طرف الموزع العالمي المغربي رضوان، بحضور ابرز المغنيين الشباب المغاربه كمثال حاتم عمور، امين اكس، اضافه الى اسماء المنور والدوزي وبعض المغنيين الاخرين. نتمنى تكون دائما في الافتتاح هو مرآه لإبقاء الحضارة المغربية والتراث المغربي إلى العالم أجمع إن شاء الله. طيب، هناك ثلاث فرق عربية، الأهلي والوداد والهلال. خلينا نبدأ بكلامنا عن الوداد. هل الوداد كيف يستعد الوداد لهذه البطولة؟ وهل هناك غيابات مؤثرة؟ هل هناك صفقات جديدة ستنضم على الوداد خلال الفترة القادمة؟ بالنسبة لاستعدادات الوداد قبل مواجهة اليوم اللي جرت المباراة أمام الفتح الرباطي والتي انتهت بالتعادل السلبي 0 لمثله، كان في معسكر تدريبي مغلق بمركز محمد السادس بالمعمورة، حيث وفرت الجامعة الملكية هذا المركز لفائدة النادي الودادي حتى يقيم معسكره استعدادا للمونديالتو. الاستعدادات الان بعد نهايه المباراه سيعود لمواصله المعسكر التدريبي لمواجهه الهلال في المباراه الاولى بالنسبه له. وبالنسبه للصفقات، الصفقات باستثناء اللاعب جمال بالعمري الجزائري الذي تم الامضاء معه لكن غادر المعسكر في اتجاه الجزائر لاسباب مجهوله. بالنسبه للاصابات، هناك اصابه ديال الصغير مترجي اللي ممكن يكون جاهز للمونديال، بالاضافه ايفواري ساف الذي كان قد تعرض لاصابه قويه لكن تمكن من ارجاع لياقته، ان شاء الله يكون جاهز لهذا الحفل. بالنسبه المدرب الجديد، هناك تحفظ من الجمعية الودادية على طريقة لعبه الجديدة، حيث لم تر إلى مستوى خصوصا وأنه بطل إفريقيا وبطل قريب الموسم الماضي وفقا طب واضح ان الصوت في مشكله في الصوت، فبشكرك جدا يا استاذ عبد الغفور
طبعا طمنا على استعدادات المغرب في هذه البطولة، وإن شاء الله ربنا يكرم إن شاء الله. دايما المغرب الحقيقة عاملة حاجات كويسة جدا خلال الفترة الأخيرة، وبالتالي كلنا في ظهر المغرب في هذه البطولة، والكل إن شاء الله يكون في ظهر كل الفرق العربية، سواء نادي الأهلي أو نادي الوداد أو أيضا نادي الهلال السعودي.